جام شو يقدر يكون هو البوابة اللي من خلالها غادي نقدروا نوصلوا للناس اللي يمكن عندهم واحد صورة نمطية على واحد الشريحة كبيرة اللي عندنا في المجتمع المغربي اللي هي الشباب واللي كيحكموا عليهم غير من الشوفة ديالهم غير حيت كيبانوا شوية مختلفين. واش مجموعين جوجكم نتوما عند الأستاذ طه على الوقت باش نلقاو الجينيراسيون الجديدة اللي غتهز المشعل وغتكمل بالراب. اون فغي جام شو ميم سي يا كان فانكور ولا كون فانكور اون سي جامي كاينين بزاف ديال لي جون اللي غيبانوا فيه. واش شنو بلان شنو خصني ندير الدراري شنو خصني ندير؟ خويا لا خصك دير واش الطريق عندنا ليتس جو برو الله شوفو كنا شريك صافي نتوما عليك درك سلامه. جام شو اللي هو ان كونسيبت اكسيبسيونيل اللي ما كناش كون كان في الوقت ديالنا هنا كنا ديك الساعه صغار وكنتمناو نشوفو بحال هادشي في التلفازه. صراحه هادشي اللي وصلنا راه وصلنا من المغرب كامل كاين عند الدري ولد الحاج بدري ساعه ساعه شحال ولد ازمور بكاله الدراري حطوا بكاله. انا بالنسبه لي هاد 24 مشارك كاملين خصهم يستغلوا الفرصه ديال انهم كاينين في لو شو. واش هما عارفين حنا جيري ولا لا بعدا الوعره هي انهم يدخلوا ويلقاو قدامهم انت البلاد. دابا تخيل حنايا بثلاثه غاديين شي تخيل شي سيناريو غادي شي لعيبه بحال هكا وغندخلوا حنا ما عارفين الجيري كتدخل كتلقى كانيي عاد دخله وكتلقى جايزي غتشوفهم غتقول ها هذه الاخرانيه دوك غادي نعطي ولا تشوفوا صوابه غنفكر واش فهمتي ولا تشوفوا تقول لهم ها لا لا هذيك هي اللي غاتدير لها هذيك هي اللي غاتدير لها واش من نيتكم والله غنقول لها شوف اسمع تن تن ترن تررتن جام شو